متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنصادف فيه السي رشيد بوفوس، مهندس معماري وعضو الحزب وعضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، من أجل مناقشة القضية اللي الآن تشغل الرأي العام الوطني والمتعلقة بالزلزال الحوز اللي ضرب أيضا منطقة الحوز وأيضا مجموعة من المدن المغربية، أجل الإجراءات اللي خصها تاخذ الحكومة من أجل يعني عدم تكرار ما وقع على الأقل يعني التقليص أو التخفيض من حجم الخسائر في مستقبل لا قدر الله وقع زلزال آخر على المستوى الوطني. سي رشيد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة في أنفاس بريس. شكرا سي رشيد. المغرب معروف بمجموعة من المناطق اللي هي مناطق زلزالية، ولكن أشني التدابير اللي تدير الحكومة اللي تعاقبت على المغرب يعني من أجل على الأقل تخفيف من الخسائر اللي ستوقع في أثناء وقوع الزلازل هذه؟ قبل كل شيء كنبغي نقدم تعازي ديالي للشعب المغربي والأسر المنكوبة على إثر هذه الفاجعة هذه اللي كتألمنا بزاف، ونتمنوا إن شاء الله أنه يكون عندنا واحد المستقبل أحسن نقدروا نتكفلوا بهذا العالم القروي اللي هو منكوب اليوم واللي إحنا نسيناه يعني لمدة طويلة، وإن شاء الله يكون خير. المغاربة متضامنين وهذا مؤشر خير لأنه هذه الحضارة المغربية متماسكة منذ قرون، إن شاء الله الخدمة اللي كيديروا المغاربة كاملين التضامن من نهار السبت مع هذه المناطق المنكوبة وهذا الدعم اللي كتقدموا السلطات يعني على رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إن شاء الله غادي نقدروا ننقذوا هاد المنطقة المنكوبة وغاد ونعوضوا هاد الناس من هاد الخسائر الجسيمة اللي حصلت لهم. باش نرجع للسؤال ديالك، هنا قوانين اللي كت يعني في تدبير هادشي ديال الزلازل ما هي موجودة من 2002 ملي صدقت الحكومة على واحد القانون اللي سميته RPS 2000 اللي كيحدد يعني نوع تدخل في مجال البناء. اللي عرفته هو انه في 1960 كان عندنا زلزال في اكادير، كان في يعني في واحد ما كانش بهاد الخساره، فما كانش بهاد النوعيه ديال ديالو، ان كان 5.7 في اول مره توقع بهاد الدرجه على المستوى المغربي. اول مره الحمد لله يعني الناس ما يعني اللي فقدوا الحياه ديالهم ماشي في واحد سميتو العدد كبير، واخا انه مؤلم انه نشوفوا عدد الموتى تجاوز 2400 ضحيه. اللي خصنا نقولوا بانه في اكادير كانت 12000 ضحيه في 1960، ولكن ابتداء من 2002 فطنات الدولة المغربية بأنه المغرب غادي يكون عنده هزات يعني فهادشي ديال الزلازل متكررة، ودار هذا القانون هذا ديال الترصانة ديال الكيفية ديال التدخل ديال المهندسين في البناء والمهندسين المعماريين. وملي جا الزلزال ديال 2004 في الحسيمة كان على نفس النمط، انه كان دواوير يعني متلتتة في واحد المنطقة صعبة التدخل، ولكن الحمد لله الدولة قدرت تدخل وقدرت تنقذ الناس، ومن تمك من 2004 يعني ولا البناء اجباري في هذاك في الجهه ديال الحسيمه. البعض المتتبعين تيقول لك من الاسباب اللي خلات الحصيله على الموتى تكون مرتفعه وكذا هو نوع البناء اللي كاين في هذيك المنطقه هذه، واش يمكن اننا نستخلصوا التجربه ديال الريف على مستوى الحوز؟ وان اسمح لي استاذ كبير السؤال، وعلى يعني الدوله في منطقة الريف هي التي تكلفت بعملية البناء وعملية التعمير، واش خاص أصلا الدولة مرة أخرى تتكلف بعملية البناء والتعمير؟ نعم. ودير واحد المنازل اللي هما منازل مضادة للزلازل. الإشكال اللي مطروح هو حتى في 2004 في الزنزال ديال الحسيمة في هذه المناطق النائية وفي المناطق يعني ديال القرى
الإشكال هو أن الناس كيبنيو على النمط التقليدي، يعني كيلقاو كيبنيو على حساب داك اللي كيلقاو حداهم، يعني كيلقاو الخشب، كيلقاو الحجارة، كيلقاو ما يقدروش يبنيو يعني بهاد يعني واخا بداو كيبنيو بالسماء بالحديد بالبيطون وداك الشيء، الا وان انه هذا هي الاخر نوعية ديال البناء عبر القرون في جميع هاد المناطق النائية في الجبال. هاد الناس هادو ديال الحوز راه ماشي لو طاحوا لقيناهم، هادو راه 3000 عام وهما ساكنين تماك، راه هذا راه مهد الدولة الموحدية راه كان في هاد المنطقة ديال مصمودة اللي مسجد تينمال كاين فيها الزنزال وشفتوا المسجد ديال تينمال حداها وداك الشيء، انا والناس عبر القرون يعني ملي جا دابا ملي ولات واحد يعني مع الحضارة اللي جات يعني هاد الأوروبية وجا التدخل هذا اللي هو مودرن يعني حضاري، كنقولوا علاش ما بنيناش وعلاش ما درناش وعلاش ما هذا، لا ما خصنا نلوم حتى شي واحد، الناس كانوا كيبنيو على حساب واحد النمط تقليدي فهمتيني، وهذا قدر الله يعني طاحوا هاد الاخر، غدا غادي نعاودوا نبنيو يعني غادي نعاودوا ان شاء الله. الدولة المغربية كما دارت في الحسيمة ان شاء الله غادي تكفل بهاد الاسر كامله وغادي تعاود تبني على نمط يعني حديث وعلى حساب هاد الترسانة هادي التقنية الجديدة ديال مضادة الزلازل، ولكن خصنا نحذو راسنا يعني غادي نبنيو بالبيطون، نبنيو على الجديد اكسترا، ولكن خصنا نحافظوا على النمط التقليدي للهندسة معماري، يعني قدروا اليوم نبنيو على النمط التقليدي ولكن يكون داك المنزل يعني كراعي هاد الاشكاليه ديال الزلازل، يعني كاين واحد النوعيه ديال التدخل اللي خصنا نحضيوها ونديروها بلي انه ما نفقدوش يعني هذاك النمط ديال التقليدي، لانه اللي خصكم تعرفوا هو انه في المناطق الناديه ماشي ما كنهضروش غير على منازل، كنهضروا على واحد الوحدات اللي العائلات ماشي غير كيسكنوا فيها، راه كي معاهم المشيه ديالهم وطابع قروي طابع قروي، وراه كيديروا حتى كيديروا النسيج، كيديروا يعني داك الشيء ديال الصناعه التقليديه، يعني ما كنهضروش على غير واحد الوحده السكنيه، راها وحده اقتصاديه، دونك خصنا نحافظوا على هذا النمط الاقتصادي فهاد الاخر، لانه باش الناس لما خليناهمش لما وضعنا لهمش هذا الاطار هذا وخليناهم في ذاك يعني النسيج الحضاري نقدروا نقولوا بين قوسين اللي كانوا عايشين فيه الاف السنين، راه ما غاديش يسكنوا في ذوك الدور الجداد ولا في ذوك القرى الجداد اللي غادي نديروا لهم، دونك خصنا واحد التدخل نوعي. التدخل النوعي هو ان كاين بعض المراقبين والمتتبعين تيقولوا بان منطقه الحوز بصفه عامه هي منطقه يعني دائما الكوارث، دائما الفيضانات، دائما السيول، يعني منذ القديم عبر القرون، يعني هذا التغيير النوعي واش خصنا شي استراتيجيه جديده نتعاملوا مع منطقه الحوز، ما نبقاوش يعني في نفس المكان في الماضي. اللي خصك تعرف بلي انه السميه ديال الاطلس الكبير يعني عبر القرون، يعني عند الأسر الأمازيغية كيسميوه أدرار ندرن. شنو هو أدرار ندرن؟ يعني الجبل الذي يتكلم، الذي يعني ماشي يستغيت، لأنه عبر القرون كانوا الناس كيسمعوا واحد الغوات بالليل وكيقولوا شنو هذا الشيء، واش 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 الجبال كتتكلم؟ لا، كان غير تصدعات ديال الزنزال اللي كانوا كيسمعوا الناس، داير الناس ملي كانوا في مراكش وداك الشيء سمعوا واحد التصدع كبير، هذاك هو باش كيجي الزنزال. يعني وصلت للمناطق الضربيه نعم، داك الصوت يعني غريب لان جميع الحجاره وجميع المباني وداك الشيء ملي كتبدا كتحرك كدير واحد لا يعني هذا الشيء معروف من زمان وعارفين بلي هذه المنطقه هذه، لانه هذاك يعني لا فايسيسميك يعني المنطقه اللي فيها الزلازل راه غاديه من اكادير حتى لتونس، راه دايزه من الاطلس الكبير والاطلس الصغير والاطلس المتوسط وسلسله الاوراسي بسميتو بالجزائر، وواصله حتى لجبل النفوسه في ليبيا في تونس وليبيا، لان جبل النفوسه على البلدين، يعني هادشي عارفينه. والجبال هي ما هي الا حصيله يعني ديال هاد التراكمات ديال هاد الزلازل، يعني الارض ملي كتحرك ملي كتخرج راه كتصاوب الجبال، يعني هادشي عارفينه، ولكن غادي نديرو ندخلو، لانه اللي خصك تعرف واحد الحاجه
كنعرفوا الزلازل من نهار كتوقع وفي المحال فين كتوقع، ولكن قبل ما كتوقع ما نقدروش نتنبؤوا عليها. يعني زلزال راه بحال واحد طريق السيارة انت غادي فيه، ولكن ما تعرفش تحدد وقتاش غادي يكون واحد الحديده تسير، وقتاش وشكون اللي غادي يسميت اللي غادي يضر من هذه الحديده. ولكن يعني تعرف ان منطقه زلزاليه، يعني خاص تاخذ الاحتياطات والتدابير. خاصك تعرف بلي انه المغرب عنده 6 ديال المناطق الزلزاليه في هذا القانون ديال 2002. كانت 3 مناطق، من بعد الدوله قالت بلي انه غير كافي هذا الشيء، وحددت 6 ديال 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 المناطق الزلزاليه في 2011 وخرج المناطق تقريبا. يعني جميع كاين عندنا المناطق ديال الشمال، عندنا المناطق ديال الوسط، عندنا. وعلاش شنو هما هاد المناطق الزلزاليه؟ هو انه كنحددوا فيها واحد الكويفيسيون، يعني واحد الرقم اللي على حساب هو في هاد في هاد في هاد القانون هذا، لانه اللي واضح. وفي 2011 الدولة في هذا القانون هذا كتبت صوبت واحد دليل، يعني ماشي غير لصالح المهندسين المعماريين ولا صالح المهندسين ديال الخرسانة، ولكن حتى لدوك البناية. لأن اللي خصك تعرف في المغرب هو أنه 80% ديال داكشي اللي كيتبنى كامل كيبنيوه الناس، ريوسهم، يعني اللي كنسميوه لوتو كونستركسيون، يعني البناء الذاتي اللي كنبنيو. يعني الناس كيمشيو يشريو شويه السيما، كيمشيو يشريو الحديد، كيمشيو يديروا يمكن واحد البلان عند واحد المهندس ديال الخرسانه، وكيعيطوا على واحد المعلم وكيبقى يلوي تماك في الحديد ويصاوب. واش عنده الكفاءه باش يتبع؟ ملي كنشوفوا هاد الخسارات، يعني انه ما كانش الناس ما عندهمش يمكن الوسائل الماديه باش يكون متبع معهم واحد المهندس معماري ولا واحد المهندس ديال الخرسانه. عرفتي الناس راه لا اله الا الله راه عايشين غير بداكشي اللي كتب الله. واللي خصك تعرف بلي انه هاد المناطق هاد النائيه هادي باش عايشين؟ راه عايشين بزاف بالودائع ديال اولادهم وامامهم اللي في الخارج. يعني الجاليه المغربيه راه هي اللي كتعاون هاد الناس هادو، لانه هما يعني معيشه بسيطه، الفلاحه يعني عنده بسيطه. المشكل ديالهم هو انه حتى الطرق ما كايناش، يعني حتى يعني غير هذوك الطرق النائيه يعني عاديه، راه حتى الدواب بعض المرات في تيحل ما كيقدروش كاع يوصلوا ليهم. هضرتي على الطرق، هضرت على المعيشه تاع الناس اللي كاينين في الجبال. هادشي تيجي واحد راي واحد اخر تيقولك علاش ما نستنسخوش التجربه اللي مثلا دار ستالين، التجربه اللي كانت في رومانيا، وان نجمعوا الدواوير او نجمعهم او الترحيل ديالهم ونديروا واحد الافراغ لهذيك المنطقه. علاش المغاربه كيقولوا ولا نجمعوا في كل واحد يكون دوار رئيسي بدل تشتت على الدواوير؟ المغاربه كيقولوا واحد الحاجه، واحد المقوله الشهيره، كل اطرافها خير. يمكن هذه هي الفرصه اللي نقدروا نقوموا بواحد الاستراتيجيه فعاله، وما نبقاوش نتدخلوا غير ملي كيكون هاد المشاكل هادو وكيجيو هاد الزلازل. انا هادي 20 عام وانا كندخل في هذا المجال ديال دور الصفيح وهاد المناطق النائيه وداك الشيء، وكتبت وصرحت يعني في وسائل الاعلام انه الحل اليوم الوحيد اللي عندنا وانه نجمعوا الناس في قرى النموذجيه. هذه 60 عام وحنا كنديروا التجربه ديال القرى، كانت القريه النموذجيه تنظر في 2004 ما عمرنا ولا 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 نجحت. كانت التجربه كانت لا. علاش ما نجحتش؟ كاينه من 1960 وحنا كنديروا القرى النموذجيه، ولكن الناس ما كيمشيو ليهمش. علاش؟ لانه هاد الناس هادو اللي كاينين في هاد القرى هادو عندهم مشكل ديال الملكيه ديال الارض. يعني هاد السيد هذا ارتباط بالارض اصلا، يعني هاد السيد فلاح عنده الارتباط ديال واحد الارض ديالو اللي هي ارض ديال الجمعه ديال الجماعه القرويه ولا هذا اللي ساكن هو فيها، اللي وكيخاف على الارض ديالو، خصو يجلس حداها يحضيها، سينو شي واحد غادي يجي يوديها له. وكان حنا كان واحد البرنامج ديال الوكاله العقاريه انه دير تمليك ديال الناس بالمجان، وحبس هذا البرنامج. خصنا نعاودوا فيه الاستراتيجيه ديال تحبس. حنا تنتحركوا في الازمات، من بعد غير تفوت الازمه تندون نساو بحال هذا. الاشكال حنا شامبيون دو موند في الارجونس، يعني في الطوارئ ما تلقاش بحالنا داكور، ولكن استراتيجيه ما تخدموش على باريحيه. استراتيجيه على المدى البعيد راه هذاك هو الاشكال. اليوم اللي خصك تعرف في 1503 ديال الجماعات اللي كاينه في المغرب كاينه فيها 1200
و83 جماعة قروية، يعني أنه 83% من الجماعات اللي كانوا في المغرب هي جماعة قروية اللي قاتن فيها 14 مليون مغربي، يعني علينا النص ديال المغرب. واللي خصك تعرف بلي انه المجال القروي راه به كيعيش المغرب، يعني 90% ديال الحليب، 64% ديال القمح، يعني حنا تنشوفوا دابا التاثير ديالو في هذا الجفاف هذا فين كلشي راه هاد 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 القرى وهذا العالم القروي راه اللي كيوكلنا حنا المغاربه اللي كاينين في المدن. يعني ما خصناش نخليو هاد الناس هادو. ولكن علاش الدوله، علاش الدوله تتركز دائما على محور طنجه تطوان؟ يعني كنشوفوا التنميه، محور الدار البيضاء قنيطره، التنميه والازدهار، ولكن هاد المناطق اللي تنهضروا عليها هي مناطق اللي مهمه، مناطق اللي نائيه، مناطق اللي تحتاج بزاف. ماشي غير في المغرب، في العالم كامل، انه الناس كيحاولوا يمشيو في المناطق اللي غادي يكون فيهم واحد الازدهار، يعني فين غادي يلقاو واحد النموذج ديال العيش افضل. وهذا هو اللي كيشكل هذه الهجره، الهجره القرويه. والهجره القرويه بدات في المغرب في يعني منذ اوائل الاستقلال، يعني ملي تحلوا المدن، لانه المدن العصريه في المغرب اللي كنا كنقولوها المدن ديال اللي دارها الاستعمار، ما كانش عند المغاربه الحق انه يدخلوا فيها. يعني كانت عندك 80% ديال المغاربه عايشين في 1960 في المجال القروي. دابا تقلبها، دابا عندك 56% ديال المغاربه، يعني على 36 مليون ديال النسمه، عايشين في المجال الحضاري. واللي خصك تعرف باللي انه 50% ديال الناس اللي عايشين في المدن في المغرب راهم بين الجديده وقنيطره، يعني في 260 كيلومتر عندك علاين واحد 10-11-15 مليون ديال المغاربه عايشين. علاش؟ لانه في هذا الساحل هذا هو اللي فيه الانشطه الاقتصاديه، هو اللي فيه الانشطه الاقتصاديه، هو فيه اللي فيه الشغل. والناس علاش كيمشيو من القرى؟ لانه كاين الاضطرابات الجويه، واحد العام كيتصب الشتاء، واحد العام كيكون الفيضان، و10 سنين ما كيطيح والو. يعني الناس ملي كيوصل بهم الفقر وكيسل كيبيع داك الارض اللي عنده وكيجي يتزاحم مع عباد الله في الاخر في دور الصفيح. شتي المعضله ديال دور الصفيح راه جايه من هذه الهجره. حنا اللي كنا، انا اللي كنقول، ولكن الدوله ما مستحضرش هذه. انا اللي كنت كنقول يعني بصفتي مهندس معماري كنت كنقول انه خاصنا نديروا مراكز حضاريه بين المدن وبين القرى باش يكون الوسيط، كاين واحد الامتصاص ديال هذيك الهجره القرويه، وما نخليوش الناس يوصلوا للمدن. علاش؟ لانه علاش الناس كيهاجروا من المدن من القرى؟ لان ما عندوش مدرسه بعيده 5-10-15 كيلومتر لولده، ما عندوش يعني المراه كتبغي تولد، عنده السبيطار ما عندوش، عنده المراه كتبغي تولد هنا غادي يطيح الثلج من هنا شهر ونص. راه هاد الناس هادو كيبقاو يعني في واحد المنطقه ما كيوصلهم والو، على 6 شهور على 7 شهور راه كيهزوا العيالات اللي غادي يولدوا على النعش، وكيهبطوهم على كيلومترات باش يلقاو ترونسبور، كيلقاو غير ترونسبور، يعني غير طاف ولا شي واحد غير اللي يقدر يوصلهم لواحد وكتوصل ديك المراه في واحد الحاله سيئه، وبعض المرات كتوفى وكيتوفى الجنين ديالها وداك الشيء. هادشي خصنا نتنبهوا ليه، وماشي وليد اليوم، هذا عشرات السنين وهاد المشاكل. يعني خصنا تكون عندنا واحد استراتيجيه فعاله للعالم القروي، يعني فيها بزاف ديال المحتويات وديال التدخلات وداك الشيء. راه ناخذوا غير اليوم غير المشكل ديال الصحه. عندنا 800 طبيب كيهاجروا من المغرب سنويا للخارج، عندنا 8000 طبيب اليوم غير فرنسا بوحدها. علاش كيهاجروا هاد الناس هادو اللي حنا بامس الحاجه لهم واليوم ما لقيناهمش؟ لان الدوله ما كتوفرش لهاد الاطباء يعني يعني واحد السكن مزيان، وسورتو واحد يعني واحد الراتب يكون مزيان، والنيفو ديال الحياه يقري ولادهم مزيان وعيشهم. لان ما كاينش شي واحد كيهاجر بلاده الا وهو متضرر في بلاده، مضطر انه يمشي. اليوم ما لقيناهمش هاد الاطباء هادو، يعني خاص الدوله تفهم باللي انه راه ولادها كيهاجروا لانهم مضطرين يهاجروا. ما خصناش نخليو مثلا الاطباء بحال هادو اللي حنا بامس الحاجه ليهم انهم يمشيو يلقاو حياه اخرى ويبنيو حياه اخرى.
في المدن المتقدمة اللي هي ماشي في الحاجة لهذا الناس هذا الشيء اللي كان. سي رشيد نبقاو نرجعوا للزلزال، ما تشوفش بهذاك الصندوق تاع يعني الصندوق اللي كان دار تاع الكوارث الطبيعية ويقدر يخدم في اتجاه يعني التنمية تاع المنطقة يعني واش تستافدوا منه الناس؟ بيان سور هذا الصندوق ديال 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 الدعم هو دخل في في, في يعني في حيز سميتو في 2020 والصندوق هو أول مرة في المغرب بدات الحكومات السابقه كتفكر فيه من 2010 2011 وخرجوا يعني خرج القانون في 2016 وبدا التطبيق ديالو في 2020. اول مره في تاريخ المغرب انه الدوله كترغم يعني هذوك الناس ديال التامين شركه ديال التامين انهم يعوضوا الناس اللي طرات لهم كوارث طبيعيه من الفيضانات من الزلازل. ما كانش هادشي داخل في لي كونطرا يعني الناس اللي عندهم كونطرا ديال 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 الدار يعني تامين ديال المنزل الدوله اليوم كترغم على شركه التامين باش تعوضهم. وهذا الصندوق هذا كيعوض الناس اللي ما عندهمش تامين يعني ملي كطرى واحد 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 الكارثه طبيعيه خاص هاد الناس يمشيو سميتو الاقرب مركز ديال الاداري يعني عند القائد ولا عند الباشا ولا هذا وكيتقيدوا في واحد السجل وكيقولوا اشنو باش متضرين واش طاحت لهم الدار واش مات لهم الماشيه واش يعني حتى داك الشيء ديال اللي كيزرعوه شحال خسروا فيه واش خسروا الشجر ديال التفاح ولا ديال اللوز ولا ديال هذا باش هذا الصندوق هذا يبدا يعطيهم واحد الاخر واحد القدر ديال المال باش يعوضهم. ولكن هادشي لازم عليه ان الوزير الاول يخصو في 3 شهور المواليه لهاد الكارثه الطبيعيه يعلن حاله الكوارث الطبيعيه لانه لا ما قالهاش راح حتى يعني منطقه من الكوبا لا ما كان راح حتى شي واحد ما ياخذ شي ريال دونك يعني خاصها تدخل يعني منطقه من داخل الملكومه يعني هادشي اللي خاصو يدير دابا الوزير الاول الوزير الحكومه رئيس الحكومه خاصو يخرج هذا المرسوم هذا اعلان حاله الكوارث الطبيعيه. هادشي هو اللي يمكن السلطه المحليه باش تحل هاد السجلات باش الناس يمشيو يتقيدوا راه عندهم الحق يعني في التعويض على الخسائر الماديه ديالهم وعلى حتى الخسائر يعني ديال لما توليهم الناس وداك الشيء راه الدوله دايره واحد الدعم لهم يعني دابا الكره في يد رئيس الحكومه خصو يعني نعم انك منطقه من كوبا باش الناس يستافدوا نعم 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 وهذا الشيء واضح في القانون 110/14 اللي كيأثر هذا الصندوق هذا ديال الكوارث وان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير ونتمنى تكون اخر الاحزان ان شاء الله. شكرا شي رشيد على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.